كلنا بقى بتتعامل ازاي مع الشخص البخيل؟ هو الشخص البخيل احسن حاجه انك تتعامل معاه فيها ان انت تبعد عن الماديات. يعني لو انت عايز حاجه منه فيها ماديات مثلا هو وانت مش عارف انه مش هيديها لك فبلاش تطلبها منه احسن عشان ما تبينش عيبه قدام الناس. يبقى الاحسن انك تتعامل معاه بعيد عن الماديات. نمره اتنين لو انت عايز حاجه منه في الماديات احسن انك تتعامل منه بعيد عن الهامش بتاعه. يعني بلاش مثلا تيجي قدام الناس تقول له يا استاذ فلان هات لي حاجه. بلاش لانه هقول لك لا او هيتهرب منك او هيحرجك قدام حد. فالاحسن انك بلاش تتعامل معاه في الماديات احسن. هو البخل من الصفات اللي ملهاش علاج. فلو تعاملت مع حد بخيل بيبقى بخيل في كل حاجة، بخيل ماديا، بخيل عاطفيا، بخيل حتى يقول لك المعلومة، ولو في الشغل بخيل إن هو يعلمك حاجة. فالبخل يعني حاجة سيئة جدا بصراحة. ما حبش أتعامل مع حد بخيل، ولو صدف وتعاملت مع حد زي ده بتجنبه بعد شوية، لأني عارفة إن هو مش هيفيدني و بأي شكل من الأشكال. هو بخيل يقول لي حتى الكلمة، ممكن لو قلت له صباح الخير يبخل إن هو يرد عليك، بيستبخل حتى صحته في أي حاجة. البخل دي يعني مش هقدر أقول لك إن أنا هتعامل معاه، طبعا طالما أنا بتعامل معاه في المحيط العائلي يعني أو الأسري أو المجتمعي أنا مش هقدر أنهي علاقتي بيه أبدا، لأن هو دي طبيعته أو هو دي حاجة اكتسبها من البيئة اللي حواليه. لكن أنا بالنسبة لي ككرمي أو أسلوبي أنا مش هقدر، لأن هو دي ممكن تبقى برضو ضعف زي أي ضعف موجود في إنسان، زي ما أنا ممكن يبقى عندي ضعفي. فأنا هتعامل معي عادي جدا، ويمكن مع الوقت يعني أما يشوف طريقتي أو كرمي معي ومدالي إيده أو اللي حواليا أو محبتي ممكن يتغير. ممكن ألاقيه هو حتى بيحاول يقدم، أما أنا أقدم هو هيقدم، لكن لو أنا خدت منه جنب طب هو هيفضل على وضعه، إيه اللي هيتغير فيه؟ بس فيعني ما ينفعش نقاطع بعض أو نمسك لبعض زلات، لأن إحنا ممكن نقوي ضعفنا يعني بوقفتنا مع بعض. بتعامل معاه كأنه شخص عادي، بس ممكن تكون الظروف هي اللي حطته يبقى بخيل، البيئة اللي عاش فيها هي اللي خلته بخيل، فبتعامل معاه عادي يعني. بس هو ممكن يكون بخيل كمان في الكلام غير الفلوس وكده، بس يعني إنسان كأي إنسان يعني بحاول أن أتعامل معاه طبيعي. بحاول أتعامل مع البخيل الأول، بحاول أتكلمه، بحاول أنصحه بحاجة، إذا ما كانش كده ببعد عنه ما بكملش معاه. من حقه أن يتعامل مع ناس، من حقه يكون صداقات، وممكن كمان يتعلم مني، يتعلم من الحوالية كرم، أنه ما يكونش بخيل قوي. لو قريب مضطر ان انت طبعا معاه، هو بخيل مش هتهرب من صلة القرابة بتاعته، بس ممكن هتتجنبه في اي مناسبات، مش هتتعامل معاه بودية زي ما بيكون حد مقرب ليك قوي. لو صديق اكيد مش هختاره صديق هيبقى بخيل، لان هو اصلا صديق يعني هينصحني، يعني هيقول لي حاجة كويسة، فهو بصفة ان هو بخيل فمش هيقول لي حتى النصيحة الكويسة. على حسب، انا حاسة ان هو ليه قابلية انه يتغير في فترة الخطوبة او كده، ولا لا هو متعود على كده وهيفضل كده؟ لا يعني صعب بصراحة. ما اعتقدش ان هو يعني هيدخل لبنتي حد بخيل يعني قوي، لان هو اكيد هو هيشوفني من الاول، اكيد هو سائل عني الناس دي طبعها ايه وضعها ايه، هم كرامة لا هم ماسكين في امورهم، هيبان من اول لحظة يعني. هو هيبقى قابل على وضعنا هيكمل، لكن هو لو حاسد هو لنفسه اللي هينسحب يعني، هيقدر يكمل في الحياة دي ازاي يعني؟ لا هو البخل مش في كل حاجة يعني، في بخل خاص بك انت وحدك ده انت حر فيه، لكن في حاجات تخص الناس دي مش حرية شخصية لك وحدك يعني، فبلاش تكون بخيل فيها. البخل والشك من الحاجات اللي هي ملهاش علاج، حتى الدكاترة النفسيين بيقولوا الكلام ده. البخل والشك صعب ان انت تعالجهم، دول بيبقوا يعني حاجة في دمهم كده صعب ان انت تغيرها. لا مش هوافق عليه طبعا. حاول اتعلم من حواليك، ممكن يكون فعلا اتحطيت في ظروف خليتك بخيل، لكن مش هتعرف تتعامل مع ناس كتير بالبخل ده. الشخص البخيل يا ساتر يا رب، الشخص البخيل ازاي نتعامل معاه؟ وزي ما سمعنا بعض الاراء او كتير من الاراء يعني الواحد بيسمع كلمه بخل بينفر كده من الموضوع، يقول لك لا بلاش. انا حتى كنت شفت قبل كده كان استطلاع كانوا عاملينه على السوشيال ميديا بيقولوا للبنات تتجوزي شخص لو قدامك اختيارين بس، تتجوزي واحد بخيل ولا واحد كان ليه علاقات كتير مثلا مع بنات. تقول لك اتجوز واحد ليه علاقات كتير مع بنات، بس اهم حاجه
ابعدني عن البخيل. نسأل أكتر في موضوع البخل ده، لكن وبرضه أحب أسمع آرائكم واتصالاتكم، لكن اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بيشرفني دكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا حضرتك، منورنا. الله يحفظك دكتور. هو الشخص البخيل هو بيتولد كده بخيل، ولا هو دي حاجة بنكتسبها من البيئة ومن المجتمع اللي احنا بنعيش فيه؟ سؤال جميل. أشكرك. هو كل الأمراض تقريبا بيبقى لها شقين أو ثلاثة. حضرتك حسبته مرض؟ طبعا لازم يكون بدام حاجة مش متجانسة مع البيئة المحيطة به وبتسبب نوع من المتاعب سواء له أو للآخرين، يبقى فيها تعب. يبقى ما هيش حاجة طبيعية. فكل الأمراض بما فيها العضوية والنفسية وكل حاجة بيبقى بتبتدي بعوامل وراثية. فاحنا عندنا المثل بيقول العرق يمد الايه؟ سابع جد. سابع جد. فدايما نبحث في النقطة دي واحنا بندرس أي حاجة، بندرس مرض أو بندرس شخصية. فالعامل الوراثي بيبقى جاي ازاي؟ يعني دايما هيقول لك ابن عمه يبقى عن طريق الأب. لأن العم أخو الأب، ابن خالته، وهكذا. بنقعد بقى نتحرى ده في الأسئلة البسيطة اللي ممكن المريض يقدر يقولها أو أسرته تقولها، وفي كثير من الأحيان ما بيبقاش واضح. يعني بيبقوا مش عارفين، لأن ما فيش حاجة. يعني في كثير من الأحيان أما بيبقى حد تعبان في عيلة يمكن ما حدش بيتكلم ويكتموا على الخبر وبتاع، فأما تيجي بقى تسأل أفراد آخرين ما بيعرفوش. إنما كثير في، يعني في معظم الأحيان بيبقى فيه. وفي ناس بتقول طبعا المعلومات بشكل يعني واضح، يعني ففي عامل وراثي. والأهم بقى كمان أو اللي له تأثير يشبه العامل الوراثي هي السنين الأولى في عمر الطفل. اللي هي بنقول بقى بعد ما يتولد، وسنة أولى وتانية وتالتة، المهم يعني السنين الأولانية اللي هي قد تمتد لغاية قرب المراهقة كده. السنين دي في غاية الأهمية، لأن بتبقى عاملة زي البصمة. طيب. يعني الطفل بيتعرض لشحنات حوالي، جاية من الأب، جاية من الأم، جاية من أخواته. أنا هاخد هاخد مع حضرتك في الموضوع أكتر من جزئية، والأطفال دول أنا خصص لهم كده كام سؤال لوحديهم، لأن دول أهم حاجة، لأن هم دول اللي لسه بيتبينوا زي ما حضرتك قلت. لكن في نفكر الشخص نفسه اللي جالنا تعبان ده، هو كانت حياته الأولى شكلها. وممكن واحد يجي لحضرتك يقول لك أصل أنا بخيل، فجاي يقعد مع حضرتك، ممكن يحصل كده يعني؟ لا، هو عادة البخيل مش هو اللي بيجي من نفسه، بيجي يعني المتضررين. المتضررين. لأن هو اللي في الغالب بيبقى ما عندوش يعني بصيرة كاملة بالمشكلة. رغم أنه كل اللي حواليه بيصوتوا وكل اللي حواليه بيشتكوا، إنما هو دايما عنده حيل دفاعية. بيحافظ على فلوسه. بيحافظ على حاجته. ما أنا هو أنا القائم بكل المسؤوليات، وإنما هو طبعا كده جلدة. الحقيقة الأستاذ فريد شوقي الله يرحمه من أكتر الناس اللي بينونا من خلال الدراما وموضوع البخل ده، مسلسل البخيل وأنا، ويقفل على كيس السكر في النملية بالمفتاح، ويحلق لابنه ويبوظ له شعره عشان ما يدفعش جنيه عند الحلاق، وحاجات كده غريبة. لكن السؤال اللي أنا عايز أقول لحضرتك، هل البخل بس هي في فلوس، ولا البخل ممكن تكون في أكتر من حاجة؟ البخل عادة ممكن يشمل المشاعر كمان. يعني بخيل في إن هو يقول للناس أنا بحبكم، أو يقول لزوجته إنه يعني معتز بيها ونفسه إنها تبقى كويسة وهو كويس، ويبقوا طول عمرهم مع بعض. يعني ما عندوش قدرة حتى على إنه يتكلم. فممكن يبقى كلامه كمان قليل، يعني بخل في الكلام. يعني مش بخل بس في الفلوس، ده يبقى بخل في الفلوس والمشاعر. وحتى في المشاعر، ان هو يبين مشاعره. ما بيبينش، رغم ان هو ممكن من داخله بيبقى عنده، مش هنقول ما عندوش، بس ما بيقولش. فهتلاقي كثير، ودي بتشمل على فكره كثير من الناس، انتوا مش بتاكلوا وتشربوا بتاع، انما طب فين الكلام؟ فين الكلمه الكويسه؟ صحيح. وده يعني برضه حابب اسال حضرتك، ايه اللي بيبقى في يعني من وجهه نظره هو، يعني لو خدنا مسلسل البخيل وانا ده، يمكن كلنا فاكرينه،
فكرة إن هو أنا بكنز فلوس 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 فلوس، وأنا حتى قبل ما هو يعني في المسلسل يعني يموت، لكن برضو مصمم على فكرة كنز الفلوس ومش هديها، مش هديها لحد. اللي بيبقى في تصوراته يعني هعمل إيه بالفلوس وأنا ضيعت عيالي وضيعت كل اللي حواليا، واللي حواليا كلهم تعبانين بسببي وأنا شايف تعبهم، وأنا مصر على فكرة جمع المال مع إن في الآخر أنا مش هاخده. هي الجزء اللي هو بيبقى بيسبب له هذا الشكل اللي حضرتك بتوصفه ان بيبقى الجزء بتاع الاستحواذ، وان اهم حاجه هو ان حاجته ما حدش ايه يعني يقترب منها او ياخدها. فدي بتنمو في السنوات الاولى من العمر تحت تاثيرين زي ما انا قلت، العامل الوراثي يعني ممكن يبقى فيه حاجات مش لازم نفس المرض، انما ممكن امراض اخرى توصل لكده. يعني ممكن ناس عندها مثلا فصام في نفس الاسره، فصام ده مرض عقلي، انما ممكن يطلع لنا شكل من الاشكال في صوره الايه الاستحواذ وعدم القدره على التنازل عن حاجته. يبقى مثلا عنده جاكيت هو مش محتاجه وضايق عليه جامد قوي، وبرضه ما يرضاش يديه لحد قريبه ولا ما يرضاش يديه لاي حد يحتفظ بيه كده في الدولاب. ده نوع برضه من انواع البخل. طبعا. فدي حاجته، فدي بتنمو في سنوات العمر الاولى وتبرز بقى، بتبقى هي محور شخصيته. يعني اللي بيبان في مش بس في الشخصيه البخيله، وبعض الناس الاخوه اللي كانوا في التقرير، واحده بتقول اللي بيشك شكاك، فالشك برضو مرض خطير. وكثير من الناس برضو حياته بتتدمر بسبب الشك طبعا. فيبدا يشك في مراته، يشك في اي حاجه، يشك في الناس ضده، وده بيبقى جزء من ايه من شخصيته، وصعب جدا انك انت تقدر تغيره، وما بيروحش للطبيب ومتصور انه صح. صحيح. فهي هذه بتنمو برضو زي ما قلنا، عامل وراثي جاي له من الاجداد والاباء والاخره. طيب. سواء عن طريق الام او الاب. طيب. ونمره اتنين ان هو عاش في ظروف معينه ابرزت الخصله دي. تمام. طيب. الاطفال وهم صغيرين يا دكتور ازاي ننمي عندهم فكره العطاء مش البخل؟ يعني هل في سندوتشات المدرسه ممكن تكون عامل؟ هل في طريقه التعامل مع الجيران ممكن تكون، يعني ممكن نعمل ايه؟ هو الطفل ما بيتعلمش بمحاضرات، بيتعلم بالقدوة. يعني هو شايف أسرته بتعمل إيه، الأب بيعمل إيه والأم بتعمل إيه وإخواته بيعملوا إيه، فهو ده النموذج اللي قصاده. تمام. فهو حسب هذه النماذج اللي هو بيعيشها بيكتسب، يعني هو بياخد من الشخصيات اللي هو بيتعامل معها سواء أمه أو أبوه، ويبدأ هو بقى يكتسبها، يعني تبقى جزء من شخصيته من نسيجه هو، يعني هو خدها من اللي إيه من اللي حبهم بقى. فده مهم جدا، انما اقعد انا نفسي ابقى بعمل حاجه غلط وبعدين اقول له بقى انت لازم تبقى صح. صح فين؟ ما هو شايفك. يعني اب بيدخن مثلا، طب ما يعني اول حاجه انا اتوقعها ان الناس هتقلدك. الطفل يطلع برضه يشوف برضه سجاير وحاجات زي كده. يعني انا مثلا لو انا عندي في الدولاب حاجات انا مش محتاجها، سواء ضيقه او حلوه وجميله وزي الفل، بس ممكن اهديها لاخرين مثلا في عيلتي او في اسرتي، هل اشاركه معايا ده؟ اقول له تعالى مثلا، يعني هو يعني بيشوف، يعني هوري له ازاي ده؟ بيسمع، ما هو بيسمع، ما فلان عندي كذا ومش عارف ايه، هندي لفلان، او ممكن انا اشركه فيها. اقول له خد دي وديها لفلان مثلا، يعني كنوع من التعلم. يعني ابسطها للمشاهد يا دكتور وقول لي دي انا فكرت صح ولا غلط. كان زمان الجيران يهادوا بعض، ده يودي للتاني طبق مهلبيه رجعه له مثلا بطبق فيه حاجه تانيه، واللي غالبا اللي بيودي الطبق ده ويجيب الطبق ده اللي هم الولاد الصغيرين في البيت. هل ده برضو ده يطلع ناس كرمه وناس مش ماسكين؟ لان هو بيكتسب الصفات دي والخصال دي. فده مهم، احنا انا بقول اهو بنعلمهم بالقدوه. ايوه. فانت اعمل حاجات كويسه واشرك الولاد فيها. طيب. هيكتسبوا المزايا دي كلها، انما هو شايفك طول النهار ماسك وما بتديش حد والدنيا عماله تتلخبط. في بعض الامهات عشان بتخاف كتير على اولادها تقول له
اوعى تدي حد سندوتش، اوعى تدي حد حته، حتى لو قال لك احنا مالناش دعوه انت واخد اكلك ليك لوحدك، قال لك ده اسلوب التربيه ده، اديله كلام ياكد الخصله دي، ويعني وتعتبر ان اي حد ياخد منه حاجه دي خساره. يعني بتعتبر ان هو يعني ماماش ناصح، عبيط، يعني بيدي حاجته للناس وهكذا. فطبعا دي بتيجي من الكبار. فالطفل احيانا بيبقى ضحيه الايه، الافكار الخاطئه دي. فكرة البخل أو الكرم ملهاش علاقة بالمستوى المادي؟ لا، ده في ناس بتبقوا أغنية جدا ومشاكلهم بقى إن الآخرين معتمدين عليهم، فهم بقى ده نوع من الباور، نوع من القوة. يعني أنا ماسك الناس وأنا اللي بدي وأنا اللي بمنع، وبيبقى فيه متعة. ده هو بيبقى مستمتع بقى بان هو اللي بيتحكم في الاخرين. واقصد كمان ان يعني ممكن واحد يبقى غني يبقى فقير، يبقى كريم او بخيل. وممكن واحد فقير كمان يبقى كريم او بخيل. تقول لي طب والفقير يدي ايه؟ يدي يعني. بنشوف ان شاء الله. ما حتى الفقير ده ممكن يبقى معاه رغيف عيش، ايوه، ياكله لوحده ولا يدي صحيح جزء منه لحد تاني. فهي دي القضيه. اذا حتى يعني ليس الفقر ولا الغنى هو ده اللي هيحدد المشكله. صحيح. حدد المشكلة هو إيه الخصال اللي جوه. وزي ما قلنا صعوبة هذا النوع من التعب إنه يعني زي الأسمنت، يعني التعليم في الصغر زي النقش على الحجر، على الحجر ما بيتحلش بسهولة. دلوقتي مثلا بنت دلوقتي هتتخطب أو مخطوبة، هي بتسأل حضرتك بتقول لك يا دكتور أنا يعني هو زي الفل وعنده شقة وعنده عربية وزي الفل، بس انا اكتشفت للاسف ان هو بخيل جدا. تقول لك ايه بقى؟ هي ما تقولكش بخيل، تقول لك بخيل جلده، مع ان انا ما اعرفش ايه علاقه الجلده بالموضوع، بس هي تقول لك كده بخيل جلده. يعني اتجوزه ولا ما اتجوزوش؟ هل ممكن اتجوزه ويتغير يبقى بدل ما يبقى بخيل يبقى كريم؟ لا، يعني هنا بتقامر بسعادتها. صحيح. على مدى السنين بقى، واحنا عندنا كده بنقول أسوأ انواع الشخصيات اللي بتتعب قوي وخصوصا في الزواج، البخيل والشكاك. البخيل والشكاك دول يدمروا البيوت بالظبط، وللاسف ما بيتحسنوش بسهوله. يعني ولازم زي ما انا قلت عشان يتحسن لازم يبقى عنده بصيره انه محتاج علاج، وده ما بيحصلش. يعني دايما هو اللي صح والاخرين هم اللي غلط، وهو اللي بيفهم والاخرين ما بيفهموش، وهيمشي القانون بتاعه. فلو هو المتحكم بقى تبقى مصيبه. يعني لو تقدم لها حد بالشكل ده احسن ما بلاش. طب حد تاني برضو، عشان هي مساله الجواز والبنات دي بتبقى اكتر حد يتكلموا عن القصه دي. تقول لك طب اكتشف ازاي ان هو بخيل؟ عزومه ما بيخرجوا. ده هتكتشفه في قعده. طب ما هو معهوش فلوس. لا يعني هي عارفه طبعا ما فيش راجل هينزل يعني بخطيبته ولا وهيقعد بيها في مكان ويجري بقى من المحل من غير ما يدفع، بس يبقى ايه يعني بيحسب بكوبايه الميه. فهنا يطلب حاجات برضو ايه محدوده، يبقى خايف وهو بيقدم على ان هو يطلب حاجات كتير، ولو هي طلبت يبقى منزعج. طيب هو مدخلها المطعم وهو في دماغه ان هو في كام اكله مش هتخرج براهم. بالظبط. لو خرجت براهم تبقى مشكله يعني. ينزعل. فهي تكتشفه بقى في المواقف دي. طب هي نازله تشتري في العيد، دايما احنا في المصريين الخطيب دايما يشتري لخطيبته مثلا لبس العيد يعني. تفرق ازاي بان هو بخيل ومش مش عايز يدفع، وان هو على قده ومعهوش يدفع؟ لا على قده ما معهوش، دي طبعا بيبقى بحكم بقى المعلومات. يعني في معلومات يعني ان ده واحد بيشتغل مثلا في عمل كويس ومرتبه حلو، ويمكن عنده مثلا ميراث، ويمكن عنده حاجات يعني ذات قيمه، فطبعا مش محتاج. ده نوع. النوع الثاني بقى الغلبان بقى، اللي يا دوبك مثلا مرتبه محدود وما عندوش اي امكانيات ثانيه، وعيلته برضه محدوده يعني، وماشي على قده. اللي ماشي على قده ده بقى يعني مشكلته امكانياته. انما لو معاه امكانيات هيصرف. بس ده يعني هتكتشفها برضه يعني. مش هيبقى بخل بقى. بخل هتبقى عارفه ان معاه وهو ايه، وهو ماسك. لكن صعب ان الزوجه تقدر تعيش مع شخص بخيل. مرهق جدا. ليه؟ لانه طول النهار بيحاسب بقى.
وما يديهاش وفين، وعلى بال ما تحصل منه على حاجة تساعدها في الحياة اليومية. وضيعت المية جنيه في ايه وجبت بكام ايه وبتاع حسب. ايه حسب على كل حاجة وانت مصرفة. يعني ممكن الحكاية في حدود المقبول والمعقول، بس هو يتهمها بالايه بالإسراف. احنا كده هنضيع. طب انت يا دكتور في الاول حضرتك قلت لي مرض البخل وفي الطب النفسي يعني كل الامراض ممكن يعني مش علاج، بس على الاقل ممكن يعني الدنيا تتحسن شويه. طب هو ملوش علاج موضوع البخل ده؟ هي لها علاج في ظروف معينه. واحنا ليه بيبقى فيه صعوبه؟ لانها بتبقى يعني مبنيه على يعني حاجات راسخه وصلبه في شخصيته. يعني لو انت شلت منه صفة البخل ممكن ينهار، ممكن يدخل في اكتئاب، ممكن يبقى قلق. إذن بيبقى تمسكه بالبخل حيلة دفاعية ما بيقدرش يستغنى عنها، لأنه خايف إن هو إيه يفك. يفك يعني إيه؟ يعني يتلخبط. فهي بتبقى لها أهمية في شخصيته وفي حياته النفسية. فبيبقى بيقاوم. يعني أنت عاوز تخرجه من هذه الصفة الغير محبوبة وهو بيقاوم. تمام. ما بيتعاونش معك. انا عايز حضرتك توجه رساله لكل حد ممكن يكون بيتعامل مع شخص بخيل او مجبر ان هو يكون بيتعامل معاه، ولو حد يعني عنده هذا الداء في حياته حضرتك تقول له ايه برضه في اخر فقرتنا النهارده؟ اقول له يعني اولا لو ناس عندها شخصيه بهذه الصوره يعني اقول لهم كان الله في عونكم نشاطركم يعني فنمره واحد، نمره اتنين، لو استطعتوا انكم يعني تدفعوا الى ان هو يعني ياخد فرصه علاجيه ممكن يتعالج. يعني احنا بنقول ان هو مش ميؤوس منه، ممكن علاجه بس في صعوبه يعني، بس نقدر ندفعه ليها. وقد تكون الظروف المحيطه به هي ممكن نوديه للدكتور وندفع احنا ثمن الروشتة. هو يدفع حاجه، وجزء من هروبه من العلاج برضو الفلوس. ايوه هيروح يدفع كذا علشان الدكتور هيقعد يكلمه ويا خبر. فطبعا بيبقى تفكيره مادي كله. ولو حد بيشوفنا مادي بزياده او يعني عنده فكره البخل ده تقول له ايه يا دكتور؟ لو هو بخيل يعني؟ هو لو بخيل بيبقى هو نفسه مش عاوز حد يقول له انت كده. يعني هو بيكره او مش هيقدر كله. مش هيقدر يصدق نفسه ان هو لا هو عارف، هو طبعا مش معقول هيبقى ما هوش اعمى، انما ما بيعرفش يعني يقدر يقضي عليها ازاي او يستوعبها ازاي. صحيح. او يطلع منها ازاي، فبيبقى الحيله اللي عنده الهروب. صحيح. انا بشكرك جدا الاستاذ الدكتور سعيد عبد العزيز استاذ الطب النفسي عبد العظيم استاذ الدكتور سعيد عبد العظيم استاذ الطب النفسي. حضرتك نورتنا وافدتنا بكل المعلومات القيمه. بشكرك جدا لوجودك معانا. الله يسلمك. هخرج لفاصل قصير وارجع معاكم سريعا نقرا اخبار وعناوين الصحف النهارده وصباح النور.